نهما يطلق حملة آمن بالنمسا لإعادة الثقة في البلاد. الخارجية تستنكر زيارة سياسيين من حزب الحرية لأفغانستان. بريطانيا تتهم رئيس شركة وايركارد السابق بالتجسس لصالح روسيا. النمسا تفتقر للتنوع السياسي مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي. وزارة البيئة تلزم الجميع بدفع 25 سنتا على كل مشروع. وزراعة الزيتون أصبحت ممكنة بعد ارتفاع درجات الحرارة. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. وإلى التفاصيل، قدم المستشار النمساوي كارنيهما حملته الخريفية بشعار آمن بالنمسا بهدف تعزيز التفاؤل ومواجهة التحديات. وأشاد نهما بإنجازات النمسا في مجال حماية البيئة والهجرة، واستوحى نهما حملة آمن بالنمسا من رئيس الوزراء السابق ليوبولد فيغل الذي عقب فترة الحرب العالمية الثانية. وعبر نهما عن تفاؤله بالتغلب على الأزمات، وأكد نجاح النمسا في مجال تغيير المناخ والكهرباء المستدامة، واعترف بأنه كان هناك بعض الأخطاء في الحكومة، مؤكداً على أهمية تقييم الناخبين لأدائها. انتقد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيك لقاء سياسيين من حزب الحرية اليميني بقادة حركة طالبان في أفغانستان، معتبرا ذلك تجاهلا لتحذيرات الأمان. وكان يوهانس هوبنا وأندرياس مولتسا من حزب FPÖ قد التقيا مع قادة طالبان في أفغانستان، وأبدى شالنبيك استياء كبيرا، حيث يعتبر تعاطي السياسيين مع طالبان تهديدا للجهود الدبلوماسية، ويمنح طالبان منصة دولية، مضيفا أن هذا يعزز صورة الحزب السلبية. يذكر أن الطبيب مصطفى التلبي ذو الأصول المصرية كان وراء ترتيب الاجتماع مع قادة طالبان حسب صحيفة بروفيل. نشر الصحيفة دير شبيغل الألمانية أن المدير السابق لشركة وايركارد يان مارساليك يواجه اتهامات بالتجسس لصالح روسيا. ويشتبه بمارساليك الذي يحمل الجنسية النمساوية والهارب من العدالة في تمويل وتوجيه حلقة تجسس في بريطانيا من قاعدة في روسيا لعدد من البلغار. وفقا للنيابة البريطانية، كان يخطط لجمع معلومات تضر بمصلحة الدولة بين عامي 2020 و23. ويعتبر مارساليك المسؤول عن انهيار شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع، وقد هرب إلى روسيا في عام 2020 فيما تطالب ألمانيا بتسليمه. أظهرت دراسة أجراها معهد البرلمانية وقضايا الديمقراطية، تمت فيها مقارنة البرلمانات في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بأن النمسا تفتقر للتنوع الحزبي. ويضم البرلمان النمساوي 5 أحزاب رئيسية، بينما تتضمن معظم دول الاتحاد الأوروبي عموما 8 أو أكثر من الأحزاب في المتوسط. وتحتل النمسا المرتبة 14 من حيث عدد النواب، وتظهر كثافة برلمانية عالية بالنسبة للسكان. وتعتمد النمسا على نظام غرفتين في برلمانها، حيث تمتلك النمسا غرفة برلمانية إضافية تسمى مجلس الولايات. أعلنت وزيرة البيئة ليونور جيفسلا أنه اعتبارا من بداية 2025 ستبدأ النمسا بتنفيذ نظام إيداع مرة واحدة على عبوات المشروبات البلاستيكية والألمنيوم، حيث سيتوجب على المشترين دفع إيداع 25 سنتا. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إعادة تدوير العبوات والحفاظ على البيئة. ويشمل النظام عبوات المشروبات القابلة للاستخدام مرة واحدة، مع استثناءات لبعض المنتجات مثل الحليب،
وسيتم إعادة العبوات إلى أماكن البيع وتمويل النظام من قبل الشركات، ولا يتوقع زيادة تكلفة. ومن بداية العام المقبل يبدأ النظام الإلزامي لإعادة الاستخدام لبعض المشروبات. بدأ نادي أرغو ريبلز في فيينا بدراسة إمكانية جعل زراعة أشجار الزيتون جزءاً مستداماً من الزراعة في النمسا، خاصة مع التغير المناخي الحاصل. ويهدف هذا الجهد إلى توفير مصدر جديد للزراعة ودعم المزارعين في مواجهة تغيير المناخ، حيث تم اختيار أصناف مناسبة واختبار زراعتها بنجاح في مناطق محددة. وتظهر المبادرة أن تغيير المناخ قدم فرصة لاستغلال المساحات غير المستخدمة، ويشمل المشروع حوالي 30 مزارعاً، ويتوقع أن تكون هذه الأشجار قادرة على الإنتاج بعد مرور 7 إلى 9 أعوام. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وتقبلوا تحياتي وكادر العمل، وإلى اللقاء.